وثيقة من 67 صفحة حملت بين طياتها خطة تاريخية تريد ألمانيا من خلالها وضع كامل الإجراءات والخطوات في حال اندلاع حرب كبرى مع روسيا تتضمن غزواً روسياً للاتحاد الأوروبي وتحديداً ألمانيا، وهي تأتي بعد تعهد خطير أطلقه وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بتحويل ألمانيا إلى دولة جاهزة للحرب كجزء من حالة ما بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. وقد حذر من أن صراعاً مباشراً قد يندلع في غضون 5 سنوات فقط من الآن، وهو ما يشي بحجم التحضيرات الكبرى التي تجري على قدم وساق في دول حلف الناتو. وقد أشارت الوثيقة الألمانية إلى ضرورة تطبيق التجنيد الإجباري، بل إن وزير الدفاع قدم مقترحاً لفرضه في أوقات السلم لزيادة القوة البشرية للجيش الألماني رغم المعارضة الشديدة من حلفائه في الحزب الحاكم، كما ستكون لوكالة التشغيل صلاحيات إجبار المواطنين الذين يحملون مهارات مطلوبة وتزيد أعمارهم عن 18 عاماً على العمل في مجالات معينة تحددها الحكومة الألمانية، وسيتم منعهم من ترك العمل والاستقالة إذا كان عملهم مفيداً لمجهود الحرب. وقد تضمنت الخطة منح الدبابات والمركبات العسكرية الأخرى الأولوية الكاملة على الطرق البرية والسكك الحديدية الألمانية، وستكون للحكومة صلاحيات كاملة لتعليق الحركة الجوية متى شاء. لكن في الوقت ذاته سوف تستمر بعض جوانب الحياة اليومية كالمعتاد، مثل انعقاد جلسات البوندستاغ وهو البرلمان الألماني للحفاظ على الديمقراطية واستمرار تقديم خدمات حيوية مثل جمع القمامة بانتظام. وتتحمل وزارة الدفاع توزيع جميع الأطباء والممرضات والأطباء البيطريين وعلماء النفس بين أماكن تموضع الجيش الألماني وأيضاً في المجتمع المدني لسد حاجاته. ليس هذا فحسب، فقد تناولت الوثيقة مسألة الغذاء للعمال والجنود، لكنها أشارت إلى أن الحكومة ستلجأ إلى تقنين كبير وسيسمح بوجبة ساخنة واحدة أو 2 يومياً، وستعتمد هذه الوجبات على مخزونات سرية من الحبوب للحفاظ على الأمن الغذائي، كما سيطلب من الشركات الألمانية تحويل كافة إنتاجها نحو الإنتاج الدفاعي على حساب أي شيء آخر في وقت الحرب. وتواجه ألمانيا ضغوطاً كبيرة من الآن لزيادة إنفاقها العسكري ليصبح قريباً من إنفاق المملكة المتحدة. وتقول الوثيقة بأن المستشفيات ستؤمر بالاستعداد لاستقبال تدفق كبير من ضحايا الحرب خصوصا في الجبهة الشرقية، كما سيطلب من المشافي والمراكز الصحية اتخاذ إجراءات تضمن توفير الرعاية الصحية لأعداد كبيرة من الجنود حال إصابتهم في المواجهة مع روسيا. وستكون ألمانيا مكانا لاستضافة مئات الآلاف من جنود حلف الناتو القادمين للدفاع عن أراضي الحلف. وقد كان الحلف قد وضع خطة تهدف لمنع الغزو الروسي لأوروبا وإيقافه في بداياته.